السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ، هي قطع الصلاة بدون عذر حرام؟ كبيرة من الكبائر، من الكبائر العظيمة. قطع الصلاة بدون عذر كبيرة من الكبائر، من أكبر الكبائر أيضا. بسبب أن دليل أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطل أعمالكم؟ لا، أولا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يا شيخ، مش ترك الصلاة، قطع الصلاة. قطع الصلاة بدون عذر تقول؟ قطع الصلاة بدون عذر. أيوة يعني أيوة. لا يصلي وليس عنده عذر. نعم، هذا مجرم. لا يا شيخ، قطع وصلي يصلي. أيوة قطع الصلاة. أي عفوا، لا أنا ظننت ترك الصلاة بدون عذر، يعني قطع الصلاة تقول أنت دخلت الصلاة وتريد أن تخرج منها تأثم. نعم، يعني بدون عذر تأثم. الآية سورة محمد، بسبب الآية بتاع أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أيوة، ده أحد الأدلة. أيوة، لا تبطلوا أعمالكم، صح. طب يا شيخ، هل الدليل ده حرام مثلا قطع جميع العبادات ولا الصلاة بس؟ لا، الصلاة فقط لأنك تلبست بها. يعني لو الوضوء مثلا، هل يجوز مثلا خروج منه بدون عذر؟ لا، الوضوء يختلف. نعم، الوضوء يختلف. الوضوء ليس يعني ليس حرام خروج منه بدون عذر. نعم، بعدين ما لا تتنطع كثيرا، خلاص دخلت في الصلاة لا تخرج منها، لا تبطل أعمالكم. السلام عليكم.